ياسر عرفات. ولد ياسر عرفات لأسرة فلسطينية تتكون من 7 أفراد في 24 من أغسطس عام 1929 في القاهرة، وتلقى تعليمه بها في جامعة فؤاد الأول حيث درس الهندسة المدنية. وفي عام 1952 تم انتخابه لرئاسة اتحاد الطلبة الفلسطينيين بالقاهرة. تجند عرفات برتبة نقيب الوحدة الفلسطينية العاملة في القوات المسلحة المصرية في مجال الهندسة. في عام 1959 أسس عرفات مع رفاقه حركة فتح لتكون حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. كرس عرفات نفسه لقيادة النضال الوطني الفلسطيني مطالباً بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، فقاد الكفاح الفلسطيني من عدة بلدان عربية بينها الأردن ولبنان وتونس. كان التحول السياسي الأهم في مسيرة عرفات عندما قبل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 بعد انعقاد مؤتمر مدريد، وبعد قبول المنظمة بحل الدولتين، فدخل في مفاوضات سرية مع الحكومة الإسرائيلية تمخضت عن توقيع اتفاقية أوسلو، والتي أرست قواعد سلطة وطنية فلسطينية في الأراضي المحتلة، وفتح الطريق أمام المفاوضات الفلسطينية. ترأس ياسر عرفات بموجب اتفاقية أوسلو السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1996، وبعد توليه السلطة فاز مع إسحاق رابين بجائزة نوبل للسلام. حددت إسرائيل إقامة الزعيم ياسر عرفات عام 2002 في رام الله، وحاصرته في مقر إقامته مع المئات من مرافقيه من الشرطة الفلسطينية. وبعد شدة الضغط الأمريكي عليه تنازل عن بعض صلاحياته إلى رئيس الوزراء محمود عباس، الذي سرعان ما استقال وتولى المنصب أحمد قريع. تدهورت الحالة الصحية لعرفات في نهاية أكتوبر عام 2004 حتى توفي في 11 نوفمبر من العام نفسه. وثارت الشكوك حول ما إذا كانت وفاته طبيعية أم أنه تعرض لعملية اغتيال. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها.